الحقيقة موقف جميل جدا. يقول كنت يعني مسافر من الرياض إلى القصيم، يقول معي أهلي ومعي طفلين، واحد في الخامس 6 سنوات وواحد 7 سنوات. يقول أعطيتهم حديثا عن التسبيح 100 مرة، عن التسبيح 100 مرة. يقول يعني قلت لهم سبحوا 100 تسبيحة، وأعطيتهم الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يقول سبحوا وانتهينا يعني من التسبيح ووصلنا البلد وانتهى الموضوع، يعني انتهى الموقف. لكن يقول عشنا حياتنا وكبر هؤلاء الأطفال ووصلوا إلى 30 عاما. فجاءت السالفة بعد 30 عام، بعد 30 عام جاءت السالفة. قال واحد منهم وكان ذا خاله، قال: يا خال، هل تعلم يوم أن علمتنا ونحن أطفال التسبيح 100 مرة ما زلت أسبح 100 مرة حتى الآن. كم له؟ 30 عام. لكم أن تتصوروا يا أخوان، لكم أن تتصوروا يا جماعة يا شباب، يعني 30 سنة كل يوم 100 حسنة ولا 1000 حسنة؟ 1000. ليش 1000؟ يعني الحسنة بعشر أمثالها، فإذا قالوا سبحان الله 100 مرة كان لهم 1000 حسنة، فهم الآن خلال 30 عام ويكون لهم يوميا 1000 حسنة، وصاحبنا هذا خلال هالثلاثين عام جاءته هذه الحسنات المؤلفة التي وصلت إلى الملايين. ولذلك هذا من الصدقة المعنوية الجارية ولا غير الجارية؟ من الجارية، من الصدقة الجارية. قد تكون بعض الأعمال غير جارية لكن قد يجريها لك شخص آخر وأنت أصلا ما أنت قاصد.